أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عند زيارتي مقبرة البقيع بالمدينة النبوية نرى أناسا من أهل الطرق الصوفية والرافضة يقومون بالتبرك بالقبور والدعاء عندها من دون الله تعالى، فما هو الواجب علينا تجاه ذلك؟ الواجب أن تنصحوهم إذا كانوا يقبلون، أو تبلغون عنهم الجهات المسؤولة، تبلغون عنهم الجهات المسؤولة، تكتبون لولاة الأمور لعل الله ينفع بالأسباب. نعم.